إسرائيل التي يعرفونها حتى اليوم لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى. عاماً مضى وما زال أثر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين واضحاً جلياً بعد هجوم الحماس على البلدات والمواقع العسكرية القائمة في غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023. فماذا جنت المنطقة من تلك الواقعة؟ مع مرور عام على طوفان الأقصى يتأرجح الشرق الأوسط على شفا حرب كبرى، ويخشى كثيرون اندلاع صراع إقليمي جديد مع استعداد إسرائيل لشن ضربة محتملة على إيران وتوسيع نطاق الحرب فعليا بجانب غزة لتشمل لبنان وسوريا ميدانيا وعلى مدار عام. اتبعت إسرائيل سياسة الأرض المحروقة وشنت هجمات غير إنسانية على قطاع غزة، مستهدفة في المقام الأول حركة حماس والبنية التحتية للقطاع الذي تحول إلى أكبر كارثة إنسانية في تاريخ الصراع بين الجانبين. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب على قطاع غزة إلى 41,870 قتيلاً، بينهم 175 صحفياً و 97,166 مصاباً حتى الآن وفقاً لبيانات وزارة الصحة بالقطاع، بينما أصبح القطاع مدينة أشباح. كما نفذت حكومة بنيامين نتنياهو أكبر موجة من الاغتيالات في صفوف حركة حماس، والتي شملت رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وفائق المبحوح رئيس عمليات جهاز الأمن الداخلي للحركة ومروان عيسى نائب قائد الجناح العسكري لحماس وعددا من قيادات الصف الأول. منتصف العام أصبحت الحرب في ذروتها بعيدة عن الحسم، وكلما طال أمدها زاد احتمال اتساعها، وهو ما حدث بالفعل. فانتقلت نيران إسرائيل إلى جنوب لبنان، حيث نفذ نتنياهو تهديداته وتم تصفية الهرم القيادي لحزب الله باغتيال حسن نصر الله، والتوغل بريا في الضاحية الجنوبية تحت غطاء مكثف من الغارات التي أوقعت 2,036 قتيلاً لبنانياً و9,653 مصاباً. تطورت الأحداث نتيجة التعنت الإسرائيلي للتوصل إلى هدنة إنسانية في القطاع الجريح، وانتقلت نيرانها لأبعد من محيط غزة حتى وصلت إلى طهران التي أصبحت بين قوسين أو أدنى في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل التي تعهدت بتوجيه ضربة قاسية لإيران وأذرعها في المنطقة. فبعد عام من طوفان أقصى، هل نتجه نحو حرب شاملة؟